اهلا ومرحبا بكم في قناة ديلي انجليش. النهاردة ان شاء الله هنبدأ الجزء الرابع في سلسلة جمل اي وونت في اللغة الانجليزية. واول جملة معانا وهي اي وونت كريديت كارد. اي وونت انا اريد كريديت كارد كارت ائتمان. فاي وونت كريديت كارد معناها انا اريد بطاقة ائتمان. I want to cash this check. I want to cash this check. أنا أريد أن أصرف هذا الشيك. I want معناها أنا أريد to cash this check لصرف هذا الشيك. يبقى الجملة كلها على بعضها I want to cash this check. أنا أريد أن أصرف هذا الشيك. I want to open a bank account. I want أنا أريد to open a bank account لأفتح حساب بنكي. يبقى كلها على بعضها I want to open a bank account أنا أريد أن أفتح حساب بنكي. I want to withdraw some money. I want أنا أريد to withdraw لسحب some money بعض المال. يبقى الجملة كلها على بعضها I want to withdraw some money أريد أن أسحب بعض المال. ثم الجملة اللي بعد كده I want a room facing the sea. I want أنا أريد a room facing the sea معناها غرفة مواجهة للبحر. يبقى كلها على بعضها I want a room facing the sea أنا أريد غرفة مواجهة للبحر. I want to fill in the registration form معناها أنا أريد لمل استمارة التسجيل. يبقى كلها على بعضها I want to fill in the registration form أنا أريد لمل استمارة التسجيل. أو أنا أريد معناها I want to fill in لمل the registration form استمارة التسجيل. I want to wash my face first. I want to wash my face first. أنا أريد أن أغسل وجهي أولا. I want أنا أريد wash معناها يغسل أو أغسل. My face first وجهي أولا. يبقى كلها على بعضها I want to wash my face first أريد أن أغسل وجهي أولا. I want to stay here أو ممكن تقول I wanna stay here معناها أنا أريد أن أبقى هنا. I want أنا أريد to stay ليبقى here معناها هنا. I wanna stay here أريد أن أبقى هنا. I want to renew my visa. I want to renew my visa أنا أريد أجدد تأشيرتي. I wanna renew my visa or you can say I want to renew my visa أنا أريد أجدد تأشيرتي. I want أنا أريد to renew لتجديد or ليجدد my visa معناها تأشيرتي. I wanna renew my visa أريد تجديد تأشيرتي. Please I want a passport. Please من فضلك I want أنا أريد a passport جواز سفر. يبقى كلها على بعضها Please I want a passport معناها من فضلك أريد جواز سفر. وبكده خلصنا الجزء الرابع من سلسلة I Want. Thanks for watching.